السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقيت رسالة أو أحد متابعيني بيكلمني وبيقول لي: أستاذ عمرو، أنا بواجه مشكلة بالنسبة لموضوع الترجمة للتلقائية للفيديوهات. زي ما احنا عارفين إن في الفترة الأخيرة اليوتيوب عمل تحديث جميل جداً، وهو موضوع الترجمة التلقائية للفيديوهات. يعني انت حضرتك ممكن تعرف تترجم فيديوهاتك لجميع اللغات، يعني العربية، انجليزية، فرنسية، اسبانية، ايطالية، المانية، اي لغة انت عايزها في العالم، وبالتالي فيديوهاتك اليوتيوب بيقترحها وبتوصل لعدد اكبر من الجمهور. يعني انت متعتمدش على الجمهور العربي بس، لا، انت كمان بتوصل لدول العالم والجمهور الاجنبي. فلقيت احد متابعيني بيكلمني، وهنشوف الرسالة ايه مع بعض. هندخل كده على الاشعارات اللي عندي في القناة، هنلاقي رسالة ان احد المتابعين بيشتكي من شيء وبيقول لي الترجمة غير مؤهلة. وللأسف الناس مفكرينها مشكلة، ولكن هي مش مشكلة. بس انا وعدته ان انا هعمل فيديو عشان خاطر الموضوع ده لو قابل اي حد. تمام، هننزل مع بعض كده في الاشعارات ونشوف الرسالة مع بعض. تمام، هننزل كده مع بعض اهو. تمام اهو اهو، هنا تعالي اهو، بيقول لي ايه، نرجع ورا تاني اهو، هنا تعالي بيقول لي ايه اهو، ركزوا كده معايا. بيقول لي: تم تضافة الكتاب يا استاذ عمرو، من فضلك انا بدخل على ترجمة الفيديو، مكتوب الترجمة غير متاحة، غير متاحة او غير مؤهلة، لماذا لا استطيع ترجمة الفيديو؟ ارجو الرد. فطبعا انا رديت على التعليق ده، فبس طبعا بدل ما ادوكم، قلت بدل ما اقول الرد بتاعي، لا، احنا نعمل فيديو عشان خاطر المنفعة تعم على الجميع. طيب طبعا قبل ما ابدا في الموضوع واحل لكم المشكله البسيطه دي، يا ريت ما تنساش تبه باللايك الجميل للفيديو والاشتراك دعما وتحفيزا لقناه اخوك دروس عمرو القزاز. وهنيجي ندخل كده على اداره الفيديوهات ونروح لاي فيديو من فيديوهاتنا ونشوف ايه موضوع الترجمه غير مؤهله. هنزل كده تحت، لان انا الفيديوهات انا مترجم اغلب الفيديوهات عندي، وهنروح ورا كده ونشوف اي صفحه مش مترجمين فيها الفيديوهات. تمام، طبعا الناس مفكرة ان دي مشكلة، هي مش مشكلة ولا حاجة يا شباب، هي طبعا تحديثات من اليوتيوب لا اكتر ولا اقل. وان شاء الله انا هوريكم دلوقتي الحل، بسيط جدا، مفيش اي مشكلة خالص. تمام، هنيجي على اي فيديو من الفيديوهات دي. تمام، وليكن مثلا الفيديو ده، هضغط عليه. تمام، وهنروح على الترجمة. تمام، هنا الصفحة ظاهرة معايا يا شباب. هنا لو خدت بالك بيقول لي غير مؤهلة، هي دي الناس مفكرة ان دي مشكلة، فانا عايزكم تركزوا. طبعا الطريقة دي ممكن تعملها من على الموبايل، وممكن تعملها من على تختار وضع سطح المكتب، وكأنك يعني الناس اللي بتستخدم الموبايل لو معرفتش تفتح الصفحة دي، تستخدمي بالثلاث نقط اللي في الجنب باستخدام وضع سطح المكتب، وهيفتح لك كانك فاتحه الموبايل من على كيس كمبيوتر بالظبط، وتحل المشكله معايا. فانا عايزكم تركزوا معايا، الموضوع حل بسيط جدا. هنا بيقول لي غير مؤهله، لو جبنا عليها السهم هنلاقيه بيقول لنا تظهر الترجمه التلقائيه على الفيديو مهما كانت لغه المشاهدين على يوتيوب. يعني بيقول لك الترجمه التلقائيه بتظهر على الفيديو مهما تكون اللغه، يعني لو اي لغه في العالم فكده كده الترجمه بتظهر على الفيديو. لو ضغطنا على الفيديو كده نشوف الترجمه ظاهره اصلا ولا لا، رغم انا ما ترجمتش الفيديو. تمام، هنا لو بصينا هنلاقي اهو مفيش اي حاجه. لو اتكينا على الترس، تمام، مفيش اي حاجه خالص. وهنا الترجمه غير متاحه. طيب هنطلع منه تاني. تمام، وهنشوف هنترجم الفيديو ازاي. لو ظهر لك عندك او ظهر عند حضرتك غير مؤهله، هنا حل الموضوع بسيط جدا. هتيجي هنا على القلم اللي في نفس الصف
اللي جنب كلمة غير مؤهلة. هنا القلم اهو، هتضغط على القلم ده كده، الموضوع بسيط خالص يا شباب. هتبص تلاقي الترجمة ظهرت معاك عادي خالص، كل اللي هتعمليه هتضغطي هنا ماشي. شوفوا خطوة بسيطة جدا، تركية بس الناس مش واخدة بالها منها. تمام، لو هنا هنلاقي نفسنا خدنا العربية والترجمة تم النشر للغة العربية. تمام، طيب هنيجي نضغط على الفيديو ونشوف الترجمة اشتغلت ولا لا. وهنا يا شباب الترجمة اشتغلت على الفيديو عادي خالص، مفيش اي مشكلة خالص، الترجمة شغالة اهي، الفيديو شغال وادي الترجمة شغالة عادي، مفيش اي مشكلة خالص اهو. وكده المشاهد باي لغة في العالم ممكن يسمعها. يعني افترض ان انا واحد من اي مكان في العالم اهو اهو، عايز اسمعها باي لغة تانية وليكن الاسبانية اهو، قلب معايا الاسبانية. الموضوع سهل وبسيط. يبقى حل المشكلة ايه يا شباب؟ كم مرة حل المشكلة؟ هتيجي هنا عند كلمة غير مؤهلة، هتلاقي القلم، هتضغط عليه كده تمام، وهتضغط نشر. هنا طبعا سؤال ده ازرق ياسر ده عشان انا ترجمت الفيديو. تمام، طب تيجي نترجم كمان فيديو؟ تعالى يا عم عمرو ترجم لنا كمان فيديو عشان بس الناس ايه يعني تعرف ان الموضوع سهل، يعني مفيش اي مشكله خالص. تمام، هنيجي على فيديو زي الفيديو ده مثلا. تمام، وهنقول الترجمه برضه هنا العربيه، هنا مش مترجمه كده، الفيديو مش مترجم، وهتلاقي كلمه غير مؤهله. فالناس لما بتشوف كلمه غير مؤهله بيقول لك لا انا عندي مشكله. لا يا شباب، هتيجي جنب كلمه غير مؤهله في نفس الصف بتاع غير مؤهله في الجنب كده، هتلاقي القلم عادي، تضغط على القلم ده كده تكة بسيطة خالص، هتلاقي الترجمة عندك. كل اللي هتعمله هتضغط نشر عشان الترجمة تتفعل عندك على الفيديو. الموضوع بسيط وما فيهوش أي حاجة. لو ضغطنا على الفيديو نشوف الترجمة شغالة ولا لا. أهو الترجمة شغالة يا شباب باللغة الإسبانية أهي. لو أنا مثلا عايز أجيبها بالعربية اهي يا شباب شغالة بالعربية، مفيش أي مشكلة خالص. فده كان حل لمشكلة الترجمة غير مؤهلة أو الترجمة غير متاحة. الموضوع بسيط جدا يا شباب، كل اللي تعمله بتضغط على القلم وتضغط نشر بس وخلاص. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى متنساش اللايك والاشتراك في القناة دعما وتحفيزا، وانتظرونا أنا هعمل لكم فيديو جامد قوي ازاي تخلي فيديوهاتكم توصل للأجانب عن طريق الترجمة التلقائية. مع خالص تحياتي، لو عندك اي تعليق يخص اليوتيوب او الربح من الانترنت سيب تعليق في كومنت في فيديو وانا هرد عليك، او تواصل معايا من خلال رابط الفيس عندك في لمحة او موجود عندك في البانر في واجهة القناة. انتظروني انا كل يوم بنزل بفيديو الساعة 7 مساء. مع خالص تحياتي، اترككم في رعاية الله وامنك، معكم اخوكم عمرو القزاز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.